شكون بالشخص اللي معون؟ حتى مشاهدين ينسي كيما كل ليله العشية والمعون في راس عقيله. شكون باش يغسل المعون؟ ايا وينكم يا مزيانات يا احلى بنيات واحلى نساء واخوات وامهات؟ قد ما نحكي عليكم ما يكفيش الكلام، ربي يعينكم ويعطيكم ما تتمنوا ويحقق الاحلام، ويفرح كل وليه ويقوي سعد كل صبيه، ويرزقها بولد الحلال اللي هنيها، ويحطها في عينيه وتحطه في عينيها، ويقدرها هي ومالها، ويخطبها على قريب وكل ما تتمنى يهديها. قولوا امين. انا نحب ننصح كل اخت، ان سالتم الله فاسالوه البخت. اي نعم، اهم حاجه الواحد يكون عنده زهر، مش كيما عقيله تعدى عليها سيفه شهر واللي مخبي الكل رمضان سنين يظهر. اي ركزوا مليح معايا واسمعوا اثر فيا في هالحكايه. انا اختكم اني مهرمه بالتطيب والكوجينه، وماذا بيا ديما نتعلم حاجات جديده وبنينه، هذاك علاش رمضان سنين تغرمت ببرنامج كوجينه لينا. لينا تي هيك الطبيخه السوريه، ما شاء الله قديش حافقه ومكديه، فنانة عربي وسوري حار وحلو تقولك انا. اما سناء عاملين فازة جديدة للمتفرجين، مسابقة متاع طبخ، وباش يختاروا زوز ربحين. يا زعما نشارك سي محدينا توا هذيك نيتك يا بنت الناس، انا ما عنديش ثقة فيهم البرامج هذي من الاساس. علاش تقول هكا؟ صعب برنامج مشهور ويتبع فيه برشا الجمهور، والقناة هذية عندها مصداقية، ولا انت عندك شك في تطيب ايديا؟ تي لا والله شي، انت عندي ثقة فيك يا عقولة، ونعرف كانت شارك توجي انت لولا. ما لا خليني نشارك سي محدين هالمرة. دبر راسك يا امرأة، انت حرة. فرحني سي محدين، كل مرة هذي ما كانش بالعكسين، ليه وزاد اقتناع ولا يشجع فيا، وقال لي نحبك تربح وتروح بالهدية. السنة اللي باش يربح باش يعطيو هدية غالية، فواياج 10 ايام الكوبل في ايطاليا. نسي محدين نمشيو لفينيس وروما ونعملو الدوريشة قمقومة، يلزمني نكبس روحي في المسابقة ونجي اللولة ونروح بالهدية الدلولة. وبعث اختكم دوموند وقبلوني، وزادوا بعثولي ايكيب لبروت في كرهبه هزوني، ياسر فرحوا بيا، كل شيء مسهل واللي نطلب يجي لدي، باش نعديو في العاصمة 3 ايام للتصوير، هاكا نلقى اكثر وقت للتحضير. عندي سيف تتبرع عالمية الا منها بلها بتطيبي هاكي لينا السورية، وتو تشوف سويبعاتي وصنعتي دي. وجي نهار التورناج وتلمينا، 6 نساء من 6 ولايات بداو يقدموا فينا، وفسرت لنا قانون اللعبة لينا، لجنة التحكيم باش تعطي نقاط بعد ما يذوقوا تبارة كل وحدة فينا. الزوز الاولانيين هما الرابحين، والخاسرين قالوا حتى هما عندهم مفيد وما همش مروحين. درشني الحكاية، المهم هكا ولا هكا ربحي حاسيلو أختكم عملت حاجة ياسر سبيسيال، 3 بالخضرة والغلاء. اي نعم، فلفل وطماطم وبصل وود القمرة مع فريز وخوخ وبنان، الجو ياسر هباء، حاجة من ابتكارات عقيلة ويدياتها، باش يقولوا ملا شيف هذي وملا فازيتها. وزدت عملت معها سباجيتي بيضة بالفرماج بالشامبينيون والدجاج. وجي وقت الاعلان عن النتيجه النهائيه، بعد ما ذيقوا ماكلت الحكام واللي في البلاتو حسيتوا مشكروا فيا. وتوا جاء وقت الاعلان على الفايزه معنا للحلقه الاولى. الفايزه هي السيده منيره اللي طيبت التبوله، الف مبروك عليك المرتبه الاولى. تبوله ظهرت حايل مع ماكلت بلادك يا مدام، زعما ماكله اصلها مش شيب. بيهي إن شاء الله على الأقل نربح المرتبة الثانية. والمرتبة الثانية من نصيب السيدة أنوار يلي عملت شوربة بالقرنيط والكبار. أوه بالكبار، تي هاي ميك لنطيبوا فيها كل يوم في الدار، عاملين مسابقة وخدنار. اي وإحنا البقية شو اللي صار؟ ومثل ما تعرفوا لعبتنا فيها قانون، الخاسرين من نصيبهم غسيل الأواني والصحون. ظاهر الخدمة مخدومة، حبوا يربحوا جماعتهم لفواياج الروما، يخسروني أنا ويربحوا متاع الكبار. ليه وسي محدين زاد شيخ عليا بالضحك، روحت للدار قال لي هذيك يا غيرت الطمع في المسابقات، ماشي في بالك كدوات وفواياجات، ناري عليك يا عقيلة وعلى سعدك المغبون، حتى نهار اللي تشارك في جو تربح كان خسن المعون. شكون بالشخص اللي معون؟ حتى مشاهدين ينسى كيما كل ليلة العشية والمعون في راس عقيلة. شكون باش يغسل المعون؟